بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اكبر عدو ليك اثناء امتحان البي ام بي. من خلال الكلام مع الناس اللي ربنا موفقهاش في الامتحان، كان اغلبهم دايما كان السبب الرئيسي اللي هما بيقولوا ان هما ما قدروش ينجحوا بسببه كان سوء ادارة الوقت اثناء الامتحان. يبقى العدو الرئيسي بتاعك هو ادارة الوقت اثناء الامتحان. تعال نفكر مع بعض كده ازاي او ايه هي المشكلة دي. يعني اول حاجة العدو بتاعنا زي ما قلنا هو الزمن. طيب احنا عندنا كام سؤال في الامتحان؟ احنا عندنا 200 سؤال في الامتحان، الزمن الكلي 240 دقيقة. مبدئيا انت هتحاول ان شاء الله ان كل سؤال من اسئلة الامتحان يتحل في دقيقة. الكلام ده هنوصل له ازاي؟ استحالة انك انت هتوصل بالكلام ده غير بالتدريب المستمر قبل فترة الامتحان، في الفترة اللي انت كنت بتذاكر فيها او بتبدأ تحل اسئلة امتحانات شاملة او اسئلة امتحانات على كل شابتر. يعني اثناء فترة المذاكرة هتبدأ تنزل بالتايم بتاعك في كل سؤال لغاية ما ان شاء الله تحاول تظبط نفسك على حوالي دقيقة. ده هيديك فترة مراجعة ممكن توصل حوالي نص ساعة، دي هنشوف ممكن نستفيد بيها ازاي بعد كده. طيب اثناء الامتحان بقى الاستراتيجية بتاعتك، خطة ادارة الوقت، ايه اميز الملامح اللي ممكن نعملها؟ اول حاجة ان انت لازم هتفضل متابع البروجرس بتاعك في الحل مقابل التايم. يعني طول ما الزمن شغال انت بتشوف حليت قد ايه والوقت فات قد ايه ولسه قد ايه. مش معنى الكلام ده ان انت في طبعا تايمر هيبقى موجود قدامك على شاشة الامتحان، مش معنى كده ان انت كل 5 6 ثواني هتقعد تبص عليه، انت كده هتضيع وقت اكتر. لا، ان شاء الله كل نص ساعة تشوف انت وصلت لقد ايه لغاية السؤال رقم كام. الطبيعي انك انت في اول نص ساعة هتكون بطيء جدا، ما تقلقش ده العادي. بعد نص ساعة تبدأ شوية بشوية ان شاء الله تكتسب ثقة، يعني مع مرور 3 4 ساعة من الامتحان ان شاء الله ساعتها هتلاقي نفسك بتحل اسئلة في 10 ثواني وفي 20 ثانية وفي نص دقيقة كمان. فالبطء في الاول يعني ما تقلقش منه ان شاء الله هيتعوض، لكن دايما امشي برنج ان كل نص ساعة ابص في الساعة مرة، لكن مش كل كام ثانية ابص، عشان ملون بدل ما يبقى اسمه ادارة وقت ده يبقى اسمه تضييع وقت. ايه الحاجات اللي احنا لازم نستخدمها في الامتحان؟ الوقت، لو انا عارف الاجابة الصح من ال4 اختيارات، احنا عارفين طبعا ان كل سؤال 4 اختيارات، لو انا عارف الاجابة الصح الموضوع منتهي هنختارها. طب لو انا مش عارف الاجابة الصح، في اختيار قدامك بيبدو اختيار مستبعد، في الحالة دي لازم تستعمل حاجة اسمها ايه؟ كانسل. دي مش ناس كتيرة بتستخدمها في الامتحان. من ضمن الاوبشن اللي عندك زي ما انت بتنقي الاجابه الصح انت ممكن تعمل كانسل زي ما انت شايف. السؤال اللي عندنا دون انت شايف ان الاجابه رقم سي استحاله تكون اجابه، فانت هتعمل اليمينيشن اللي هتستبعد الاختيار رقم سي. كده بدل ما كان عندك 4 اختيارات كل واحد احتماله 25% للصح، لا بقى عندك 3 بس، فانت بتنقي من 3 مش من 4 زي ما كان. تمام، وهكذا ممكن تستبعد 1 او 2 وهكذا. من ضمن الحاجات اللي لازم تستخدمها في الامتحان المهمة جدا حاجة اسمها المارك. مارك يعني علم على السؤال عشان هرجع اراجعه بعد كده ان شاء الله. الكلام ده لو انت مش متأكد من اجابتك 100%، السؤال اللي انت متأكد من اجابتك 100% خلاص انت بتختار الاجابة والموضوع انتهى وبتفكر في السؤال اللي بعده مباشرة. لكن لو انت عندك في شاكك في اجابتين، هنعلم على واحد مارك زي ما حضرتك هتشوف كده، بيبقى عندك السؤال و4 اختيارات وفي اختيار وفي حاجة اسمها مارك. يعني مارك يعني علم لي عليه اراجعه تاني. بس نصيحة، وانت بتعمل مارك اختار اجابة. يعني انت هتعمل مارك ان انا عايز اراجع السؤال ده تاني لما الاقي وقت في فترة المراجعة، واختار اقرب الاجابات. اقرب الاجابات ممكن يبقى ايه او بي، طبعا انت مش متأكد منه 100%، لكن انت شاكك غالبا هتكون الاجابة النهين، بتشوف اقرب الاجابات لتوقعك وتعلم عليها وتعمل مارك مع بعض، بحيث لو الوقت سرقك وما قدرتش تعمل ريفيو خلاص يبقى انت اوريدي عندك اختيار انت اخترته هو كان اقرب للاجابة السليم. المسائل الرياضية الاسئلة اللي بتعتمد على قوانين، سواء كانت مسائل رياضية او حاجة فيها قوانين معينة، دي في ناس كتير عندها استراتيجية بتقول لك دول سيبهم للاخر خالص. دي بعض الناس، اولا انت صاحب القرار، انت اثناء فترة المذاكرة في ناس بالنسبة لها المسائل اللي فيها معادلات اللي موجودة في شابتر 6 في شابتر 7 سواء في التايم او في الكوست دي بالنسبة لهم منطقة قوة، فبالعكس دي بيبدأوا بيها. في ناس تانية عندهم مشكلة في موضوع الرياضة واستخدام الآلة الحاسبة،
ماشي، يبقى دون هنستخدم الرأي الناس اللي بتقول لك سيبهم للآخر خالص، في الأخير هكون أنت الحمد لله يعني اكتسبت ثقة وبدأت يعني تبقى حاسس إنك قربت تنجح إن شاء الله، فالموضوع يبقى إيه بالنسبة لك أسهل، أنت هتبقى صاحب القرار في دون. في طبعا حاجة أساسية إن الميتين سؤال لازم يتجاوبوا، مفيش فيها هزار، بمعنى إن أنت لو لقيت إن الوقت بدأ يسرقك، متبقي مثلا 10 دقايق والامتحان هيخلص، يعني الفترة بتاعت الأربع 240 دقيقة خلصهم لسه 10 دقايق بس، وانت عندك عدد اسئلة سي مثلا 15 سؤال، استحالة مع ضغط الزمن ومتبقي 10 دقايق ولسه عندك اسئلة انت كنت عامل عليها مارك عايز تعمل لها ريفيو، ولسه في اسئلة جديدة كمان انت عايز تعملهم مع بعض. في الحالة دي الحل الوحيد قدامك انك تعمل ايه؟ وقف انك انت تقرأ الاسئلة، اختار حرف واحد من الـ4 حروف A أو B أو C أو D، نقي حرف واحد وكل الأسئلة اللي أنت لسه ما قريتهاش اختارهم في حرف واحد، وليكن كلهم A أو كلهم B، كده أنت بتلعب على نسبة 25% كإحصاء إن يطلع لك إجابات صحيحة، وارد جدا من 15 سؤال متبقيين لو أنت نقيت حرف هتجيب منهم 4 5. الكلام ده كله ما ياخدش دقيقة بكتير، لأنك أنت بتنقي حرف واحد ومن غير ما تقرأ الأسئلة وبتختار وبتثبت عليه. يبقى انت كده الـ10 دقايق دي تعمل فيها ايه؟ الافيد لك في رأيي انك ترجع للاسئلة اللي انت كنت عامل عليها ريفيو ومعلم عليها مارك، ترجع تقراهم تاني، كل سؤال من دول اللي انت عامل عليه مارك لو حسيت ان اجابتك سليمة سيبه وخش في اللي بعد في السؤال اللي بعده. لو انت كنت شاكك في اجابتين يعني الـ10 دقايق دول هتقرا سؤال انت قريته قبل كده، فده بالنسبة لك اكسب لك واستثمار افيد لاخر 10 دقايق. اتمنى ان انت ان شاء الله تكون اتمرنت كويس، فهيبقى عندك وقت وهيبقى عندك خلصت ومتبقي عندك نص ساعة تعمل ريفيو على كل الاسئلة، وتمنياتي ليكم بالتوفيق ان شاء الله في الامتحان والتغلب على العدو الكبير اللي هو ادارة الزمن بتاع الامتحان. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.